القدس هي جزء من العقيدة، جزء من العقيدة. إذا ذهبت القدس ذهبت العقيدة. فيجب إذن علي كواجب عين، يعني فرض عين، أن أقاوم من أجل استبداد القدس حتى تبقى عقيدتي ثابتة وأبقى أنا ثابت. الفلسطينيين اكتشفوا بأنه المفاوضات، أوسلو، التطبيع، زيارات إسرائيل، كل هذا التنسيق الأمني، الأمن الوقائي والأمن الوطني، كل هذا كان كذبا في كذب، سراب في سراب. الآن الفلسطيني اكتشف بأنه أوسلو فلتسقط، السلطة فلتسقط، المفاوضات فلتسقط، الاعتراف بإسرائيل فليسقط. الآن نحن أمام واقع أن ما أخذ منا بهذه الطريقة بالقوة لا يمكن أن يعطى لنا بالسلام إلا باستبداده بكل قوة موجودة في الشعب. الشعب الفلسطيني استيقظ على الوحدة، يجب أن نتوحد من أجل أن نقاوم هذا الذي قاعد بصير على القدس، لأنه الحقيقة يعني ما يجري شيء خطير جدا، ولكنه ليس مفاجئا. هذه هي الصهيونية، الصهيونية التي تقول لا معنى لإسرائيل بدون القدس، ولا معنى للقدس بدون الهيكل. العرب يردون لا معنى لفلسطين ولا للعرب بدون القدس، ولا كرامة للعرب ولا كرامة لأي إنسان فينا ولا وجود لنا إلا بالقدس. في الواقع لم نعترف بأي عاصمة لإسرائيل، ولكننا اليوم نعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل. القرار شطر قرارنا إلى قرارين، قرار مقاومة أو قرار تطبيع. الذي يريد أن يطبع فقط، الذي يريد أن يطبع، أنا مش نبي، ولكن فقط الذي يريد أن يطبع، يوما من الأيام أجيالكم ستراهم مرميين في الشوارع قتلى مثل ما يقتل الكلب، أجلك الله. هؤلاء الناس ما عاد لهم وجود فيما بيننا، من غشنا فليس منا، هذا شيء واضح. ومن يظن بأنه دق في الشعب الفلسطيني، في نعش الشعب الفلسطيني مسمار، وأنه قضيتنا انتهت، أنا أقول أنه ابتداء من اليوم ابتدأت ثورتنا، وابتدأت حقوقنا ووجودنا، والمسمار دقوا في نعش إسرائيل. الآن إسرائيل يجب أن تبدأ على خوفها، وتبدأ تخاف على وجودها. المقدسات تنادي الشعب الفلسطيني، إذا لم تأتوا إلي وتسندوني سأكون حجارة ميتة. احيوني بوجودكم، بثباتكم، بصلابتكم في القدس أولا، ثم في فلسطين، ثم نداء القدس كمدينة مقدسة. أنا درة الشرق، درة الغرب، درة العرب والمسلمين، أنا تاجكم، أنا تاجكم الذهبي. إن تركتوني ستدوسني الخنازير، إذا تركتموني سأذهب ضحية من ضواحي هؤلاء الإرهابيين في العالم. الآن وضح لنا هذه الخطوة المهمة التي يجب علينا أن نقوم بها واضحة، العصيان المدني الذي يجب أن يبدأ حالا من القدس. عصيان مدني، مش إضرابات، لأنه الإضراب بكرة بنفكه. عصيان مدني أن يبدأ في القدس وينتشر إلى كل القرى والمدن الفلسطينية، ثم ينتشر إلى دول العالم. الحديثنا للأمة العربية والعرب والمسلمين، الذي يحب القدس، القدس بحاجة إلى التحرير، تفضل. من كان منكم قادر على مساعدتنا فليتفضل. الآن نحن بحاجة إلى من يعمل على الأرض مساعدة الفلسطينيين بكل الوسائل الضرورية، وخاصة إذا بدوا عصيانهم المدني، أن يتحمل العالم العربي والعالم الحر فيهم، أن يتحمل مسؤولية معيشتهم ومقاومتهم في هذه الأرض. القدس هي نحن كل الفلسطينيين، أرض القدس هي نحن، ونحن أرض القدس. الفلسطينيين هم القدس، كل القدس.
نحن كفلسطينيين نلتفت نحو القدس وأنظرنا نحو القدس دائما، نقول القدس لبيك يا قدس، لبيك يا قدس، كل رصاصنا لعينيك، كل سلاحنا لعينيك، كل أيدينا لعينيك، كل حجارنا لعينيك، ابشري يا قدس كل شيء فينا حتى دمنا كله من أجلك يا قدس. فإثبتي لما أقول يا قدس أقول ذلك للشعب الفلسطيني، هذا هو اليوم الذي يعني فيه وضعنا ترامب على طريق التحرير، فلننطلق على طريق التحرير.